ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم. إن شاء الله اليوم غادي نقدم لكم 3 طرق للتحضير المنوي. فقط نصيحة أولى، ملي تعجنوا البسمن ديالكم غادي تلقاو الرابط ديالو أسفل الفيديو، المقادير ديالو. ملي تعجنوه خليوه كيرتاح، دهنوه بشوية الزيت وخليوه يرتاح، من بعد تحضروا به كويرات يعني، ودهنوا الطاوة. فاش غتحطوا الكويرات بالزيت مزيان يعني، خاصة تدهن مزيان، وتنغطيه وتنخليوه تقريبا نصف ساعة حتى كيرتاح ليا، باش ملي نبدا نقرص فيه ما تتقبش. دونك هذه هي النصيحه الوحيده اللي نبغي نخلي لكم، وان شاء الله غادي نخليكم مع طرق 3، ونتمنى الفيديو يعجبكم. ونتلاقاو ان شاء الله في اخر الفيديو.
والملوي ديالنا هما كما كتشوفوا كيجي هائل جدا، يعني بثلاثة الطرق كلهم ساهلين ورائعين الصراحة، كيجيو هائلين. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش كما العادة ديروا جيم الفيديو، ومشاهدين الجدد اشتركوا في القناة. والى اللقاء، الى وصفة مقبلة ان شاء الله. السلام عليكم.